لفقاء لابس عمامه للهاشم البلطق غير تحزامه للخل الملاجئ تنجرس بيهم اسد لبنان ما هزت النعامه حسينية وبالضاحية نعيد هناك جو الأربعينية وانفسع عراقية ما يوقع عليك الضيق والمرجع تنخانة كل قمة جبل تلقين رايات الإنسانية وانفسع عراقية غيثك نومات تلاقينا للسيد كل محل نعم مشاهدين الكرام ومتابعين الأفاضل مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم تحية طيبة لكم امتثالاً لنداء الحق نداء المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف المتمثلة بآية الله العظمى الإمام السستاني دام ظله ونداء المظلومين في جنوبي لبنان وما يتعرضون له من ظلم واضطهاد وقتل على يدي أوباش العصر الكيان الغاصب والمحتل لأراضي فلسطين وكذلك تعرض المدنيين الأبرياء أطفالا وشيبا للقصف الهمجي من قبل الكيان المحتل هنا اجتمع كل مكونات سهل نينوى في مركز سهل نينوى للإغاثة من أجل جمع التبرعات الإنسانية المادية والمعنوية وإيصاله للمعوزين في لبنان الشقيق وكذلك دعما للمقاومة من أجل مواجهة الهجمة البربرية كونوا معنا في تغطيتنا لهذا اليوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم بتوجيه من سيد المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله وبإعاز من معتمد المرجعية سماحة الشيخ باسم الموصلي أهالي سهل نينوى يفتحون مراكز لإغاثة الشعب اللبناني هذا الشعب الكريم الذي ساهم مع العراقيين في أزمة العراق في دخول داعش بنصرة الشعب المظلوم بدمائهم بأموالهم كان لهم حضور متميز سعوا في إنهاء أزمة النازحين وأزمة العراقيين المهجرين لذلك على الشعب العراقي أن يفي بجزء من العهود في سبيل نصرة هذا الشعب المظلوم في نصرة الحق ضد الباطل فنناشد جميع أهالي سهل نينوى بالمشاركة وأنا كدور هيئة المواكب الحسينية في محافظة نينوى كل المواكب الحسينية مستعدة للمشاركة وجمع التبرعات لإغاثة الشعب اللبناني نسأل الله سبحانه وتعالى القبول من الجميع والسعي في طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى ونصرة المظلوم لماذا هذه الخطوة وهذه الحملة الشعبية لمناصرة اللبنانيين ضد الكيان الغاصب؟ أولا نصرة للإسلام ثانيا أنه الشعب اللبناني
بدأوا خطوة في مساعدة الشعب العراقي سابقا، ونريد أن نفي بالجهود اللي بذلوها أهل لبنان في سبيل النصرة. نكون إن شاء الله ناس أوفياء ومساندين لهذا المكان، لهذا النهج لمقاومة الصهاينة ومقاومة أعداء الإسلام. الصمت المريب للدول العربية وكذلك للمنظمات الحقوقية، ما هي رسالتك إلى هؤلاء الذين يدعون حقوق الإنسان؟ حقيقة هؤلاء الناس، هذا الصمت أي السكوت علامة رضا بالفعل، ومن رضي بفعل قوم حشر معهم. هؤلاء بعض المنظمات وبعض الدول وبعض لجان حقوق الإنسان ألزموا الصمت حتى لا يبينوا موقف لهم في هذا المجال. نقول لهم لا ينفع الصمت، إنها موقف يحتاج إلى شجاعة ويحتاج إلى مساندة، اليوم على لبنان وغدا على غيره. سوف تتسع هذه الأمور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المؤمنين للقيام بهذا المهام. دعوة المرجعية بمواجهة داعش بالكفاح، الجهاد الكفائي، وكذلك هنا دعوته لإغاثة المطلوبين في لبنان، كيف تنظر إلى ذلك؟ المرجعية العليا في النجف صمام الأمان. حقيقة المرجعية لها مواقف حاسمة، أفتى بالوضع العراقي بالجهاد الكفائي، وكان هو الشرارة الأولى لانطلاق الشعب العراقي ومن سانده من دول الصديقة والشعوب الإسلامية لتحرير الأراضي العراقية، وفعلا سعوا جميعا بيد واحدة وتعاون من كل الأطراف، فكان النصر حليفنا. دائما المرجو من المرجعية أن المواقف الحاسمة أنه يتخذون قرار، وإن شاء الله الكل نلبي هذا النداء في الإغاثة لشعب لبنان الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفة مشرفة من أبناء الشبك في سهل نينوى، وأيضا أبطال لواء 30 في الحشد المقدس، القيام بجمع التبرعات المادية وخاصة والطبية والغذائية لاستغاثة أهلنا في جنوب لبنان. نحن عانينا سابقا من هذه القضية، ونحن أيضا كنا في أمس الحاجة إلى المواد الغذائية، واليوم احنا سوف نقدم ما نستطيع أن نقدمه ونجمع ما نستطيع أن نجمعه. وندائي إلى كافة أهالينا في سهل نينوى وإلى أبناء سهل نينوى بجمع هذه التبرعات، وهنالك من يقوموا بالتبرع بالدم الذين ضحوا بدمائهم وقاموا أيضا بالدفاع عن البلد. نحن ندافع عن أهلنا وذوينا في جنوب لبنان في بإغاثتهم بالمواد الغذائية والإسعافات والمواد الطبية. لماذا أقدمتم على هذه الخطوة؟ هذه القدوة فتوى من مرجعية العظام، وهذا إذن فإحنا ناس مؤمنين بالقضية، ويجب أن ندافع عن أهلنا في جنوب لبنان. نعم، كشيوخ عشائر أنتم، ما دوركم من خلال ندائكم وتوجهكم للعشائر؟ دورنا بأن نحث أبناء عشائرنا بجمع هذه التبرعات المادية والطبية والغذائية لأجل إرسالها وجمعها في مقر لواء 30 الحالي، لإرسالها إلى الجهات المعنية وبدورهم لإرسالها إلى أهلنا وذوينا في جنوب لبنان.
لا تحرك اثناء اللقاء. لا مو تحرك اثناء من الدس ريكورد واثق من اللقطه ما تم. داور بقعد يطلع، داور مقعد يطلع. الرحمن الرحيم. الآن بدأت حملة إغاثة لبنان البلد الثاني للعراق حسب إرشادات وتعليمات المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني دام ظله المجيد الشريف، ونحن الآن في مخازن سهل نينوى وجميع مناطق سهل نينوى تعمم هذا الموضوع وهبش جميع مواطنين سهل نينوى إلى التبرعات العينية والنقدية والطحين والزيت والمعجون وكل ما يملكون في بيوتهم وفي أسواقهم، ونشكر أهالي سهل نينوى ونتمنى لهم ونتمنى منهم الدعم المتواصل لهذه الإغاثة لشعب لبنان، الشعب الذي جاء بجنوده وتدريبه كل قوات الحشد الشعبي عند تحرير مدينة الموصل أيام داعش. فنحن لن ننسى هذا الموقف من أهالي لبنان الكريم. نعم، هذه المساعدات وهذه نلاحظ بأنه إقبال واسع سواء كان من شيوخ عشائر ومثقفين ورجال دين على كل شيوخ العشائر والوجهاء والسياسيين والاقتصاديين والتجار والطبقة العاملة والفقراء كلهم متحمسين لهذا الموضوع وهبوا بنداء وأهبوا لنداء المرجعية على هذا الموضوع. السبب هو تعاون الشعب العراقي إلى الشعب اللبناني. نعم، حاليا أيضا هناك نازحين، هناك قصف عشوائي، هناك قتل للأطفال كما حدث أيضا لنا. نحن مررنا بهذه التجربة، وقبل 3 أيام عندما شاهدنا أهالي جنوب لبنان نازحين بسياراتهم وبعوائلهم وبدراجاتهم وترك بيوتهم، فتأثرنا بهذا الموضوع لأن نحن قبل شعب لبنان مرينا بهذا الموضوع. فنكون معهم بجانب بكل شيء. هناك أيضا دعوات لاستقبال العوائل في حال قدومهم إلى هنا إلى سهل نينوى، وهل لديكم قدرة على استيعابهم وإيوائهم؟ نحن أهالي سهل نينوى مستعدون أتم الاستعداد بإيواء منطقة جنوب لبنان جميعا بدون استثناء أي من كان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سمعنا تبرعات لأهلنا في لبنان، فأول من الناس أنا تقدمت لأتبرع في أهلنا لأن محتاجين الأدوية والطحين والتمن، فأدعو كل الناس أن يتبرعون ولو شيء بسيط لأهلنا. والله إنسانية، حالة إنسانية، لأن إحنا قبلها شفنا من تهجرنا من داعش وهذا،
كنا محتاجين الباراسيتول، محتاجين الكيس طحين، محتاجين الكذا، فمرت علينا وشفنا احنا الوضعيه مالنا من تهجرنا من داعش. شعوري ادعو كل الناس ان يتبرعون ولو بكيس طحين، ولو ادويه، ابره، باراسيتول، شيء، يعني كل من حسب طاقته، كل من حسب ما يقدر عليه. جانب الإنساني طبعا كل هذا. ضحي نعيد هناك جو الأربعينية وانفسع راضية ما يوقع عليك الضيق والمرجع تنخانة كل قمة جبل تلقين رايات الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. سرعان ما هبت أبناء سهل نينوى بكافة عشائرها وأطيافها ومثليها في سهل نينوى بتبرعات إلى إخواننا وشقائنا في لبنان جراء ما حصل من تعرض من العدوان الصهيوني الغاشم. لله الحمد هبت الشجعان أبناء سهل نينوى بالتبرع من المساعدات العينية والمادية والغذائية. إن شاء الله أيام قليلة ستصل وستشرع عجلات النقل من سهل نينوى باتجاه لبنان إن شاء الله. نعم، طبيعة المساعدات اللي تقومون بجمعها؟ طبيعة المساعدات الموجودة في سهل نينوى الحقيقة كل من ميسور الحال ومن له طاقة بالتبرع يتبرع بكل ما لديهم من معونات مادية أو معنوية أو غذائية. ليش بالذات أهالي سهل نينوى بدأوا بهذه الحملة؟ المتعارف على أبناء سهل نينوى وهم سباقين للعمل الخير والمتمثل بكافة أبنائهم، وهذا ليس بجديد عليهم. قدموا لمساعدات العينية والمادية والغذائية في عام 2020 بما تعرضوا أبناء نينوى بالمرض الكوفيد 19 الكورونا، والآن لم يبخسوا بهذا الشيء، يقدمون ما عليهم من كل المعونات الموجودة المادية والمعنوية والغذائية إن شاء الله. نعم، حاليا هذه التبرعات وهذه المواد اللي سوف تقومون بجمعها، ايضا دعواتكم، هل هناك ايضا مكونات اخرى تشارك في هذه، يعني مختصر على من هذه التبرعات؟ بالتاكيد هذا التبرعات هي تبرعات انسانيه بحته، لا يقتصر على مكون واحد فقط، بل نطالب ونشيد على ابناء نينوى وسهل نينوى ان بكل ما لديهم من قوه بالتبرع لاخواننا وشقائنا في لبنان، وهذا موقف يحصل للجميع. وهذا مرت علينا سابقا عدة تهجير ابناء نينوى باتجاه محافظات الجنوبيه الذي لم يقصروا بتاتا مع ابنائهم واشقائهم في نينوى، والان وجب علينا ان نحن نتبرع، ودعواتنا لكل القوائم وكل الأطياف المتواجدة في نينوى وأن يهبوا هبة واحد وأن يقوموا بالتبرعات ما لديهم من كل، يعني الحرمان وأقل منهم لم يستحي، إذا كان أي شيء كان يقود مادية أو معنوية أو يكون عينية، حتى يعني يحتاجون إلى كل المعونات اللي أنت تعرفون النازح من يتهجر يترك ما لديه من ملبس ومشرب ومسكن ويحتاج، فالقليل حرمانه من، لا تحرمون أبنائكم وأشقائكم وإخوانكم في لبنان،
قوموا بموقف مشرف، والعراق متعارف عليه أهل الغيرة والشرف والكرامة لا يقبل بذلك. وإن شاء الله قلت سبقا خلال أيام القليلة القادمة سوف تباشر عجلات النقل باتجاه لبنان إن شاء الله. وبالضاحية نعيد هناك جو الأربعينية. بسم الله الرحمن الرحيم. قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة نينوى وخاصة لواء 30 بدأت ومنذ إصدار فتوى المرجع الأعلى الإمام السيستاني بإغاثة الشعب اللبناني باستلام المواد الغذائية ومواد المعونة والإغاثة لنقلها إلى الجمهورية اللبنانية لمساعدة الإخوان المتضررين من جراء القصف الغاشم والعدوان الهمجي، وإننا على أتم الاستعداد وفي أي لحظة تصدر الفتوى من الإمام السيستاني ومن قياداتنا والتوجيه أي أوامر قياداتنا بتقديم كل ما يطلبه الشعب اللبناني العربي وغيرها من الشعوب المظلومة للدفاع عنهم بالغالي والنفيس، ولن نذخر أي شيء من أجل الدين والمذهب إن شاء الله. نعم، هذه المساعدات وهذه الوقفة إلى جانب لبنان لماذا؟ جمهورية لبنان العربية اليوم تتعرض إلى هذه الهجمة الغاشمة من العدو الصهيوني، والمراد من هذه الاعتداءات هي القضاء على المبادئ والدين الحنيف. نحن في الحشد الشعبي على أتم الاستعداد لمعونة ومساعدة أي جهة وشعب مظلوم، وحسب أوامر المرجع الأعلى الإمام السيستاني وقيادات الحشد الشعبي، ونتقدم ونقدم لهم كل ما نستطيع من مواد وعدة وعدد وأنفس من أجل الدفاع عن الدين والمذهب. اليوم ويبقى لنا رمز السيد دام الله ظله السيد علي السيستاني أوعز بمعاونة مساعدة أخوتنا المظلومين في لبنان، فقلنا نعم، لأن سبقا قلناها ونقول هيهات منا الذلة إذا قال السيد قال العراق. المنطق القائم لكل العراقيين الأشراف هو السيد، عندما السيد قال هذا الكلام فنحن نتبرع ليس بمالنا فقط، بأرواحنا لإخوتنا المظلومين في لبنان، ونقول لهم بملء أفواهنا نحن معكم قلبا ولسانا، ليس بهذه المساعدات البسيطة الذي سوف يصلكم إن شاء الله قريبا، لا والله نحن معكم بالسلاح وبكل شيء ضد هذا العدو الغاشم الذي سرطان هو في مجتمع الإسلامي وفي جسد الإسلامي، وسوف نسحقه إن شاء الله بأيدي المقاومة الشريفة، وهذه الأيدي الأذرع والأيدي تبقى إن شاء الله تبقى ضد هذه السرطان الذي يوجد في جسد الإسلام. حقيقة ليس بالغريب على العراقيين، لأن العراقيين هم لهم أساس سابق، لهم أساس بالغيرة والشهامة والشجاعة والكرم، فهذه ليس شيء غريب أبدا، فلا أقول لهذه الكلام أي كلمة. لماذا؟ لأن العراقيين هم الشهامة، عندما سمعوا سماحة الشيخ فهبوا هبا واحدا لمركز الإغاثة، ومراكز إغاثة كثيرة، ولكن المركز الرئيسي سوف يكون في سهل نينوى قرب مطعم السيد عدنان إن شاء الله، الذي له نية بالتبرع فليتوجه إلى هذا المكان. وشكرا لكل المتعاونين معنا، وشكرا للذين يغيثون أهلهم في لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعداء آل محمد من الآن إلى قيام يوم الدين. منذ صدور التعليمات من المكتب السيد السيستاني العظيم والتوجيهات من قيادة هيئة الحشد المقدسة، تم تشكيل لجنة من قبل السيد آمر لواء 30 والأخوة من مسؤولي أقسام باستلام المواد من المتبرعين من أهالي قرى سهل نينوى، وأبواب اللواء 30 كما ترون ومفتوح لاستقبال من المتبرع، والحمد لله هناك دعم كبير من قبل الجمهور أهالي سهل نينوى نصرة لأخوتهم في لبنان الحبيبة لنصر، والدعاء لحزب الله الذين يعانون في ظروف صعبة في هذه الأوقات على هذا العدوان الصهيو أمريكي على هذا البلد الآمن. نسأل الله بحق محمد وآل محمد أن ينصر حزب الله وأن يثبت أقدامهم ويحشرهم مع محمد وآل محمد. نعم، الحملة المتبرعات موجودة في جميع قرى سهل نينوى، وهناك عشرات الاتصال يتصلون بنا ويقولون نحن حاضرون للدعم الأخوة في لبنان والحمد لله. وهذا ديدن شيعة علي بن أبي طالب في المنطقة سهل نينوى، كما تعرفون من الناس كانوا مظلومين في عهد الأنظمة السابقة، والحمد لله اليوم بجهود مباركة من المرجعية دعم المرجعية لهذا السهل الحبيب، السهل يقدمون كل ما لديهم، بل قسم اتصلوا بنا قالوا نحن إذا لدينا قرصة خبز واحد نقسمه بيننا وبين أخوتنا في لبنان. بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من خلال العدوان الكبير التي تعرض لها شعبنا الشقيق في لبنان واستنهاض لنداء المرجعية الرشيدة باستنهاض الأمة الإسلامية، وقفنا اليوم ولنا كان شرف المشاركة في مجلس وجهاء الشبك في سهل نينوى بالتبرعات وإيصال المواد العينية استغاثة إلى ما يمر به أهلنا في لبنان الشقيقة، وهذا إنما يدل على التكاتف الاجتماعي والتكاتف الكبير ما بين الشعبين والشعب العراقي والشعب اللبناني، متمنين ومن الباري عز وجل أن تكون هذه آخر المحن وأن ينصرهم على في مقارعة النظام الصهيوني البائد. الإنسانية سلام ذل فقر ولابس عمامة، للهاشم البلطق غير تحزامة، للخل الملاجئ تنترس بيهم، أسد لبنان ما هزت النعامة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نداء لتلبية نداء المرجعية الرشيدة، قمنا اليوم بتبرع مبلغ مالي إلى لجنة إغاثة سهل نينوى لمواساة أهلنا في لبنان، ونحن على العهد إن شاء الله، وكل ما يحتاجه المرجعية الرشيدة وما يحتاجه الإسلام والمسلمين نحن إن شاء الله في العون ونمشي قدما إن شاء الله. واليوم كلمة السيد السيستاني حفظه الله جمع أهل سهل نينوى بأجمعهم، من السياسيين، من الأخوة الشبك، من التركمان، من السنة، من الشيعة، من اليزيدية، من المسيح، من العرب الموصل، كلهم اليوم هبوا هبة واحدة
ويتبرعون الآن لأهلهم في سهل نينوى وحفظ الله مرجعيتنا الرشيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنظر إلى هذه الإقبال وهذه الحضور من كافة الطوائف خاصة في سهل نينوى يعني هذه التبرعات؟ حقيقة إقبال غير متوقع، يعني إقبال الناس تجي بلهفة وبدون شعور وتبرعاتهم خيالية ما شاء الله. يعني خلال ساعات أصبحت التبرعات أكثر من 50 شاحنة الآن، يعني إلى هالأيام القادمة يصل إلى 200 شاحنة وأكثر، ونتوجه به إن شاء الله، وأنا أحد أعضاء اللجنة أتوجه بها إن شاء الله إلى لبنان إن شاء الله. نعم، يعني من المواد اللي تستلمون شنو طبيعة المواد؟ شنو نصيحتك للأهالي؟ والله المواد الغذائية كطحين، كتمان، مواد عينية، بطانيات، إسفنجات، حفاضات أطفال، ومبالغ مالية أيضا إحنا نقوم نشتري به الغراض. نعم، هذه الخدمة اللي هذه الإغاثة لماذا دفعكم لإقامة هكذا يعني مجموعة خيرة من أجل إغاثة اللبنانيين؟ حقيقة أولا إحنا مرينا بهذا الظروف قبل سنين، شفتوا أيام داعش إحنا تهجرنا وشفنا هذه الأيام الصعبة، أيام صعبة جدا تكون على المواطن حينما يخرج من داره بدون مأوى وبدون ملابس وبدون مأكل وبدون منام وبدون، فأولا من هذا الباب، ثانيا من باب الإنسانية، وثالثا من باب الإسلام. الإسلام يتحتم عليك أنه أنت تنصر أخوك المسلم ضد العدو الصهيوني. كل قمة جبل تلقين رايات الإنسانية، شفك سيد وخزرتك علوية. بسم الله الرحمن الرحيم، باشر أهالي سهل نينوى وأبناء محافظة نينوى بجمع التبرعات وإرسالها إلى أهلنا في لبنان العربية تلبية لداء المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف. في الأيام القريبة القادمة سنكون إن شاء الله في الأراضي اللبنانية لإيصال المساعدات لأهلنا في لبنان الصامدة. هذا الشعب العزيز الذي ضحى بالغالي والنفيس ضد الكيان الصهيوني المتغطرس الذي يحاول السيطرة والهيمنة على البلدان العربية. اليوم الشعب العراقي قال كلمته ووقف ضد الكيان الصهيوني الذي يكن العداء لأبناء الشعب العربي. للأسف أمام هذا الحملة التي يقوم بها أبناء الشعب العراقي نرى الخذلان والخوف والجبن على بقية الدول العربية الذين لا يستطيعون تحريك ساكن نتيجة العدوان الصهيوني على لبنان وعلى غزة الأبية. نعم، هناك مقاومة عراقية تدعم لبنان، وكذلك هناك دعم أيضا لوجستي لدعم لبنان، لماذا؟ هذا واجب كل مواطن عربي غيور على البلدان العربية، من واجب المقاومة العراقية والمقاومة الموجودة في لبنان مواجهة الكيان الصهيوني الذي في الفترة الماضية حقيقة كان له جرائم عديدة ضد الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. نعم، هذه المساعدات وهذه هل تقدم شيء للبنان بما يتعرض له؟ بالتأكيد هذه المساعدات هي جزء بسيط من الدعم الذي يقدمه الشعب العراقي للشعب اللبناني. الشعب اللبناني الآن دا ينطي أرواح، جا ينطي دماء من أجل القضية الفلسطينية، ونحن أيضا بجانبنا مساندين للشعب اللبناني والشعب الفلسطيني.
الأشجار وكل الخيرين في الوجوه والوجهاء في سهل نينوى. توجهنا مسرعا إلى مركز إيواء إغاثة أهل لبنان بالمساعدات الغذائية والمواد الطبية وجميع المستلزمات الذي يحتاجونها أهالي لبنان نتيجة القصف العدواني الغاشم على أهلنا في دولة لبنان والظلم الذي لحق في أهلنا في لبنان، ظلم تعدى حدود الإنسانية، تعدى حدود كل القيم الذي يطالبون به الدول العالم بالديمقراطية والإنسانية. تبين لنا ولكل الأحرار في العالم بأن هذه التصريحات رنانة مزيفة ليس لها صحة في كلامهم. لذلك نحن أهالي سهل نينوى من جميع الأعراق والقوميات والموجودة في العراق ونتيجة لهذا الظلم الذي وقع على أهلنا في لبنان توجهنا جميعا مسرعين إلى مخازن الإيواء. لذلك توجهنا هناك بأمر من المرجعية الرشيدة آية الله الإمام السيد علي الحسين السستاني دام ظله الشريف الذي أبهرنا في فتاواه، خاصة في الفتوى سنة 2014 الجهاد الكفائي الذي صرع العالم في لا للظلم لا للطغيان الصهيوني الذي ترعرع في الشرق الأوسط. لذلك نحن المسلمين في كل دول العالم ونحن في العراق نقول للدول الاستعمارية ونقول للعدوان الصهيوني كفى ظلما كفى. لذلك نحن نتوجه جميعا إلى مخازن اللواء لدعم إخواننا في لبنان. لذلك نقدم أرواحنا قرابينا لأخواننا في جميع أنحاء العالم ليس في لبنان وإنما في فلسطين، الفلسطين الذي عاثوا في الأرض فسادا. لذلك نحن لا للظلم ولا للعرقية، خاصة الذين يعملون في الدول الاستعمارية في ظلم الشعوب في عدم الديمقراطية. لذلك نحن هنا وجميع الأخوة الحاضرين في محافظة نينوى والوجهاء من جميع الأديان، لذلك توحدنا في رسم خطة جديدة في دعمنا بالمواد الغذائية بكل المستلزمات الطبية ودعمنا بأرواحنا قرابينا لأهلنا في محافظة في دولة لبنان ودولة فلسطين وكل أحرار في العالم. وأشكركم جزيل الشكر على إتاحة لي الفرصة في التكلم بهذه المظلومية. هناك مركز إغاثي خاص لأهالي سهل نينوى، وإن شاء الله سيكون هذا المركز الإغاثي إن شاء الله سيكون الأكبر والأكثر تجهيزا لدولة لبنان الشقيقة التي تعرضت لعدوان مجرم من الكيان الصهيوني لم يعرف الأطفال والنساء والشيوخ، كيان مجرم أباد الدولة الشقيقة فلسطين، دمر غزة، دمر جميع لا يعرف ليس له دين. هناك حرب معلنة على محور المقاومة،
إن شاء الله الأمور في سهل نينوى ستكون هناك بإذن الله. وعدنا الدكتور إن شاء الله قافلة أكثر من 30 تريلة التبرعات على قدم وساق. الأخوة من جميع الطواف في سهل نينوى متوحدين متكاتفين لنصرة الشعب اللبناني الصابر. نعم، طبيعة هذه المساعدات كيف راح تكون؟ التوجيه هو يكون هناك مساعدات عينية ومادية، احنا حسب احتياج الاخوه في لبنان وحسب الاتصال مع الاخوه في لبنان هناك احتياجات، احتياج الافرشه، احتياج الاطعمه، احتياج الاغاثه الطبيه. شكلت لجنه من رئاسه الهيئه تكون هناك مسؤوليتها ايصال المساعدات عن طريق الجانب السوري ثم الجانب اللبناني. وجدنا في مركز الاغاثه في سهل نينوى هناك مبالغ ماليه، يعني من اليوم الاول حسب كلام الاخوه هنا في مركز الاغاثه وصلت في اليوم الاول اكثر من 120 مليون واطنان من الطحين والتمن والمواد الغذائيه الاخرى. نعم، هل هذه الاغاثه تشمل كل اهالي نينوى بمختلف مكوناتهم؟ الاغاثه هذه هي نداء لكل الغياره، لكل ما يسير الحال في نينوى. نينوى وقفت في زلزال سوريا وكان لها موقف مشرف، وقفت كذلك مع الهجوم البربري الصهيوني على غزة. نحن نهيب بجميع أهالي نينوى، جميع الطوائف، جميع الأقليات، جميع الأخوة ما يسير الحال أن يقفوا مع هذا الشعب المظلوم. لبنان وقفت معنا بالرجال بالسلاح، وقفت معنا في أيام داعش لعنة الله على داعش. يجب أن نرد هذا الدين، هو رد الجميل للأخوة اللبنانيين. أبرز مراكز الاستقبال للمواد اللوجستية والمواد الغذائية في نينوى ممكن يعني حتى المشاهد يعرف؟ المراكز اللي هنا فتحت مركز رئيسي في مكتب هيئة الحج الشعبي في الرشيدية، جميع مقرات الألوية الحج الشعبي هناك مراكز فيها، في سهل نينوى مركز رئيسي هنا، جميع الحسينيات ومعتمدية مرجعية السيد السيستاني فتحت إن شاء الله مراكز الاستقبال التبرعات. نعم، ايضا رسالتك الى الوجهاء الى المعنيين من اجل التبرع وكذلك من اجل الوقوف مع لبنان الشقيق ما يتعرض له من ظلم وهو في الصد الاول لمواجهه داعش الصهيوني الامريكي. داعش عمل في 2014 وهو صنيعه صهيونيه امريكيه. الان داعش اجرم بطريقه ثانيه عن طريق الكيان الصهيوني في غزه. لبنان دافعت عن فلسطين ولم يعني في يعني مسميات ان يكون هناك يعني قوميه او مذهبيه، دافعت عن شعب فلسطيني اعزل مظلوم. نحن يجب علينا ان ندافع عن لبنان لان لبنان دافعت عن فلسطين، يجب علينا ان يكون هناك مساعدات من جميع الاخوه. يعني لا تقتصر على ان يكون هذا جنوب لبنان انه تقتصر ان يكون لبنان شيعي، لا بالعكس، لبنان دافعت عن فلسطين وفلسطين ليس هناك فيها الشيعة. نعم، شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، كما استمعتم الكل هنا في مدينة الموصل وخاصة سهل نينوى قد اجتمعوا تحت راية إغاثة المظلومين في لبنان تلبية ل نداء الحق، نداء صوت المرجعية الدينية في النجف الأشرف لإيصال المعونة والمساعدات إلى أهالينا وأحبائنا في لبنان الشقيقة لما يواجهون من ظلم واضطهاد من قبل الهجمة البربرية من قبل الكيان الغاصب. ها قد وصلنا وإياكم إلى نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، نستودعكم وإلى اللقاء. وين الشباب؟